مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في يوم جديد من أيام المحترف. زي ما تعودنا على شاشة قناة النادي الأهلي والمحترف وبداية المحترف، تغطية كاملة لليورو 2020. خلاص دخلنا على دور الثمانية اللي انتهى، وبنستعد بشكل كبير جدا لبكرة وبعده لمباريات نصف النهائي. الحقيقة يمكن شفنا أربع مباريات قوية جدا جدا في دور الثمانية. بداية يمكن من المفاجأة، يمكن كانت هتبقى مفاجأة كبيرة جدا جدا، منتخب سويسرا اللي اتعامل أو اتعادل في الوقت الأصلي للمباراة مع أسبانيا 1-1، لكن قدرت أسبانيا في ضربات الجزاء تفوز بصعوبة 3-1 على سويسرا. ويمكن كان كمان إيطاليا مع النمسا، حضراتكم عارفين المنتخب الإيطالي بيظهر بصورة أكتر من رائعة مع مانشيني، لكن كمان في دور الثمانية كان في صعوبة شوية أمام المنتخب النمساوي، ولكن قدر المنتخب الإيطالي يفوز 2-1. فوز صعب جدا للدنمارك بنفس النتيجة 2-1 على التشيك اللي كان بيقدم مباريات كبيرة جدا في اليورو وكان من مفاجآت اليورو، لكن خسر من الدنمارك الحصان الأسود لليورو لغاية دلوقتي. الدنمارك بتقدم عروض أكتر من رائعة. المباراة طبعا يمكن كانت أسهل مباراة من حيث النتيجة والأداء، كانت مباراة إنجلترا اللي نجحت بشكل كبير جدا في الفوز بنتيجة كبيرة 4-0 على منتخب أوكرانيا. زي ما بقول لحضراتكم يمكن عندنا كمان ماتشين بداية من بكرة وبعده، مباريات نصف النهائي هنتكلم مع حضراتكم بالتفصيل عن يمكن دور الثمانية ومفاجآته، وكمان دور قبل النهائي اللي هيبدأ بكرة مع طبعا مباراة كبيرة ما بين المنتخب الإيطالي ومنتخب أسبانيا.